تابع الحلقة الأولى من فقه البيوع والمعاملات المالية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما الدليل على أنه لا يجوز التعامل مع السفيه وأن الرجد شرط لجواز التصرف؟ الدليل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين. الشرط الأول بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والشرط الثاني الرشد. طيب، ما تعريف السفيه؟ هو اختلال في العقل، رجل عنده اختلال في العقل يصير صاحبه مختلطا، يشبه أحيانا العقلاء وأحيانا المجانين. طب ما حكم انعقاد بيعه؟ غير صحيح، وده قول الشافعي وقولنا وده الراجح. طيب، ما الصور المعاملات المالية المحرمة لفقدان شرط جواز التصرف؟ واحد، اشترى من طفل موبايل. اللي اشترى من طفل موبايل ده أثم وخد ذنبين. الذنب الأول انه عمل معاملة مالية محرمة، الذنب التاني يشجعه على السرقة ويجب رد الموبايل تاني ومعرفة مين صاحبه. 2، ولد طفل صغير ذهب للطبيب وقال له خلع لي درسي بدون ولي، فالطبيب لو خلع له درسه يأثم لحاجتين: أول حاجة أنه عمل معاملة مالية محرمة، تاني حاجة أنه عرض نفسه وعرض للدية، فلو الطفل حصل له أي إصابات فهو بيتحمل الدية كاملة، دية العدو اللي يتلف أو دية الطفل نفسه. طيب، ما البيوع والمعاملات المالية التي رغم فقدان شرط جواز التصرف إلا أن الشرع أباحها؟ بيع الطفل المميز للأشياء الصغيرة. الدليل أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله. كده احنا خلصنا الحلقة الأولى، وجزاكم الله خيرا.